بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب في الأكفاء. حدثنا عبد الواحد بن غياث، أخبرنا حماد، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وقال: إن كان في شيء مما تداوون به فالحجامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في بيان أحكام النكاح، في بيان بعض أحكام النكاح، وهو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وأبو هند مولى من موالي بني بياضة، وبنو بياضة بطن من الأنصار، بطن من الأنصار أهل المدينة، أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من العرب الخلص. وهذا أبو طيبة مولى من مواليهم، يعني ليس هو منهم نسبا، ولكنه ينتسب إليهم بالولاء، هو مولى من مواليهم، ليس هو في الأصل من بني بياضة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد مكافأته على عمله الذي عمله مع النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا عمل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ حجم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حجمه عدد من الحجامين، منهم أبو طيبة هذا رضي الله تعالى عنه، أبو هند رضي الله تعالى عنه، حجمه في يافوخه، في رأسه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا بني بياضة: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني زوجوه وتزوجوا من بناته. وفهم العلماء من هذا حكما يتعلق بقضية النسب، وهو ما يعرف عند العلماء بالكفاءة، الكفاءة في النسب. وهذا ما بوب به المصنف رحمه الله حيث قال: باب الكفاءة في النسب. والكفاءة هي المماثلة والمشاكلة والمساواة. والكفاءة في بعض جوانبها في النكاح شرط لازم لا بد منه، وفي بعضها فيها كلام للعلماء سنأتي إلى تفصيله إن شاء الله.
من الأمور اللازمة في النكاح في باب الكفاءة الدين، الدين، فلا بد أن يكون الذي ينكح المسلمة الذي يتزوج بها مسلما، ولا يصلح أن يكون الذي يتزوج بالمرأة المسلمة غير مسلم، حتى ولو كان من ملوك الدنيا، حتى ولو كان من كان، لا يصلح. ليس الكافر كفءاً، يعني مساوياً مماثلاً للمسلمة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ففي باب الدين لا خلاف بين العلماء في قضية اشتراط الكفاءة، لا بد من كون الخاطب كفءاً للمرأة المسلمة، ولا يصح بحال من الأحوال أن يتزوج غير المسلم بالمرأة المسلمة. لكن في بقية أبواب الكفاءة، الكفاءة قد تتصور أيضاً في النسب، تتصور في الجاه، في المال، فهل هذه الأمور مشترطة؟ يعني لا يصح النكاح إلا بعد تحققها، أو ليست بمشترطة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، يعني زوجوه، وأنكحوا إليه، هذا دليل على إمكان الزواج وصحته لو وقع بين العرب وغير العرب، بين الأحرار والموالي وبين الموالي، لأن أبا طيبة رضي الله تعالى عنه، وكان موصوفاً بالخيرية والعبادة والصلاح والاستقامة، وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، لكن هذا كان له مزية عند كل من يعرفه باستقامته وصلاحه وحرصه على الخير. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنكحوا أبا طيبة، أبا هند، وأنكحوا إليه، دليل على صحة هذا الزواج لو وقع، على أنه صحيح هذا الزواج، لأن هذا مسلم صالح والمرأة كذلك. لكن لو لم يكن الزوج كذلك، لو كان الزوج والعياذ بالله فاسقا، معروف بالفسق، هل هو كفء للمسلمة المستقيمة؟ لا، لا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وماذا؟ وخلقه. إذا كان غير مستقيم والعياذ بالله، إذا كان فاسقا، هذا لا يصلح أن يكون كفءا للمرأة المسلمة الصالحة المستقيمة، لأنه سيفتنها في دينها، لأنه لا يؤتمن عليها، لأنه لن يحافظ عليها. فالفاسق قريب من الكافر، الكافر لا يجوز ابتداء أن يتزوج بالمرأة المسلمة، والفاسق هذا ليس كفءا للمرأة المسلمة، ولذلك من حق الأولياء أن يعترضوا، ومن حق المرأة أن ترفض. يعني لو أن وليها حصل منه ضعف فأغري بالمال أو بشيء آخر حتى يزوج موليته، ابنته أو أخته أو قريبته، بهذا الرجل الفاسق، فمن حق المرأة أن تعترض على ذلك وأن ترفض هذا النكاح، ولا ينعقد هذا النكاح. وقد مر معنا فيما تقدم
أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه امرأة تشكو من؟ تشكو أباها، وهذا شيء مستغرب في ذلك الزمان. تشكو أباها، لماذا تشكوه؟ لأنه قصر عليها في النفقة؟ لأنه أمرها أن تخدمه؟ لا، قالت إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته. ابن الأخ هذا كان وضيعا، والأب أراد أن يرفع من شأن ابن أخيه بأن يزوجه بابنته هذه، فهي أبت وأنفت. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لها الحق في أن ترفض، فلما علمت بذلك واستقر في نفسها أن لها الحق في أن ترفض هذا الزواج، قالت يا رسول الله قد رضيت ما صنع أبي، ولكني أردت أن يعرف الناس أن للنساء من الأمر شيئا. المرأة لها الحق في نفسها، كذلك الأولياء لهم الحق، الأولياء الأقارب، الأب، الإخوة، الأبناء، الأعمام، من حولهم، هؤلاء عصبتها، من حقهم. لماذا؟ لأنه إذا كان الزوج ليس على المستوى المطلوب يلحقهم منه معرة، نقص، فلذلك كان من حقهم الاعتراف. نعود إلى موضوع زواج قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. هل هذا أمر يقتضي الوجوب أو هو من باب الدعاء والندب؟ لا شك أنه من باب الدعاء والندب، لأن موضوع الزواج فيه أطراف عديدة، المرأة والأقارب والولي، كل هؤلاء لهم شأن في هذا الزواج، وهذا مما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأكرم الأمة المسلمة بهذا العقد، عقد الزواج، عقد عظيم، عقد مقدس، عقد طاهر، عقد الزواج، لأن الحياة تنبني عليه، الأولاد والأصهار والعلاقات كلها تنبثق من عقد الزواج، فهو عقد ذو شأن عظيم في شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نتجاهل هذه الأطراف كلها كما يحصل الآن في كثير من بقاع الدنيا والعياذ بالله، وأصبح الناس أقرب ما يكونون إلى الحيوانات، بل حيوانات، يلتقي الرجل بالمرأة ويفعل معها كل شيء ولا يحاسبه أحد ولا يستنكر عليه المجتمع، هذه حياة بهيمية، حياة حيوانية. الله سبحانه وتعالى عاب على الكفار الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى العقول والسمع والبصر، ولكنهم لم يستفيدوا منها، لم يوظفوها فيما أراده الله سبحانه وتعالى، عطلوها، فأصبحوا في مرتبة من؟ في مرتبة الأنعام، بل هم أضل كما قال الله تبارك وتعالى، لأن الأنعام لم توهب هذه الحواس العاقلة، فلذلك لا تؤاخذ، لكن الذي وهبه الله العقل والقدرة على التفكير والتأمل ثم يلغي ذلك ويبطله، هذا انحط إلى مرتبة دون مرتبة الأنعام والعياذ بالله، كما يقول الله تبارك وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. فلذلك لا ينبغي بحال من الأحوال أن نهون من قضية الزواج في الإسلام ولا من شأن الشروط الثابتة الصحيحة، وينبغي أن نحرص على كل ما يؤدي إلى استقرار واستمرار الحياة الزوجية.
الحياة الزوجية والعقد الذي يعقد بين الرجال والنساء ليس لعبا وليس تسليا، هذا عقد له قيمة وعقد له مكانة وعقد له آثار تترتب عليه وعلاقات تنبني في المجتمع. فلذلك ليس غريبا أن يهتم الإسلام بهذا المعنى، معنى الذي يؤدي إلى الحفاظ على الحياة الزوجية. العلماء قالوا إذا كان الكفاءة، قالوا إذا كان الخاطب ليس كفءاً في باب النسب، يعني لا يساوي ولا يماثل المرأة، فقالوا إن الكفاءة في هذا شرط. كثير من العلماء قالوا الكفاءة في هذا شرط. ما معنى كونه شرط؟ أنه إذا تخلف فمن حق من لم يرضى من الأولياء أو المرأة أن يطالب بفسخ العقد. وبعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله توسط في الموضوع وقال إذا رضيت المرأة ورضي الأولياء كأنهم تنازلوا عن حقهم فلا شيء في هذا، لأن موضوع العقد هنا موضوع صحيح، المرأة مسلمة والرجل مسلم وخلقه مستقيم، فإذا رضوا فلا شيء في ذلك. لكن إذا اعترضوا أو المرأة ما رضيت فمن حقهم في هذا الباب، في هذا الباب، في باب النسب. فقوله عليه الصلاة والسلام أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، من رضي بذلك فلا حرج عليه، لا حرج عليه، لأن هذا رجل مسلم صالح مستقيم زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أحب أن يزوجه فهذا أمر مباح وأمر مرغب فيه، إذا رغب أهل البنت في أن يزوجوه فلا حرج في ذلك. قد يستدل بعض الناس بقصة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجها بمن؟ بزيد بن حارثة، وهو مولى زيد بن حارثة من العرب، عربي، لكنه أسر وهو صغير فبيع على أنه عبد في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجه بزينب، زوجه بزينب، وهذا دليل على أن الأولياء إذا رضوا بذلك لا حرج فيه. لكن ماذا كانت نتيجة هذا الزواج؟ فيه زيجات كثيرة تقع بين غير الأكفاء في النسب وتستمر الحياة، لا شيء في هذا إذا تحققت الشروط الأخرى. لكن اشتراط موضوع النسب هذا لماذا عند من يقول به؟ حتى تستمر الحياة الزوجية، لأن زينب رضي الله تعالى عنها كانت كثيراً ما تؤذي زيداً رضي الله تعالى عنه، تتعالى عليه بحكم أنه مولى وهي قرشية. وهذه القصة مذكورة في كتاب الله الكريم، هذه مذكورة في القرآن، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، كان يأتي يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام من زينب ومن خلقها ومن سوء معاملتها له ومن تعاليها عليه، يقول له اتق الله واصبر، اتق الله واصبر، أمسك عليك زوجك. لكنه في النهاية وصل إلى مرحلة، زيد رضي الله تعالى عنه وصل إلى مرحلة أنه لم يستطع فطلقها. وتعرفون بقية القصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها بأمر الله سبحانه وتعالى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لماذا يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بمطلقة زيد؟ لأمر عظيم وحكمة بالغة، أن زيدا
كان ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالتبني، تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان التبني أمرا معروفا في الجاهلية وفي مكة وعند قريش وفي صدر الإسلام. كان التبني، ما معنى التبني؟ أن يأخذ الإنسان طفلا يضمه إليه وينسبه لنفسه فيعرف بعد ذلك بأنه ابن فلان. وكان أهل مكة يقولون عن زيد رضي الله تعالى عنه ماذا؟ يقولون زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. لكن هل هذا الكلام حقيقي؟ هذه البنوة هل هي حقيقية؟ لا، ليست حقيقية، لأن زيدا ابن حارثة، أبوه حارثة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ضمه إليه وأحسن إليه على عادة الناس في ذلك المجتمع. لكن الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأنزل الكتاب وأنزل هذه الشريعة المطهرة صحح هذه الأخطاء وأعاد كل شيء إلى نصابه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والله سبحانه وتعالى قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا هو العدل، أن تنسبه إلى أبيه. ولا ينسب الرجل إلى أبيه إلا إذا كان أبوه هو الذي ولده، إذا كان ابنا حقيقيا له. أما إذا كان بالتبني فلا ينسب له. طيب ماذا نصنع؟ قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم ما نعرفهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أخوكم، أخونا في الإسلام، مولانا، إذا كنت ربيته أو أحسنت إليه أو ضممته تقول مولى، يقال مولى فلان ولا يقال ابن فلان، لأن البنوة هذه تترتب عليها أحكام كثيرة. ما هي هذه الأحكام التي تترتب عليها؟ تترتب عليها مسألة مخالطة الأهل، أن زوج الرجل تصبح أما له، يدخل عليها ويجلس إليها ويطلع على وجهها وشعرها وما يمكن أن يراه من بدنها، ثم بناتها أيضا، بناتها كأنهن أخوات له، يرى منهن ما لا يراه الرجال الأجانب الآخرون، وأيضا قضية الميراث، يرث كما يرث غيره من الأبناء، وأيضا علاقاته مع بقية عصبات هذا الأب. إخوة الأب يصبحون أعماما له، وعماته وأخوات الأب يصبحون عمات له، ينظر إليهن ويخالطهن، قضية كبيرة جدا. فلذلك الله سبحانه وتعالى صحح هذا الأمر وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فزيد لما تزوج بزينب وطلقها، الله سبحانه وتعالى زوجها بنبيه عليه الصلاة والسلام ليثبت للناس أن التبني هذا ليس شيئا صحيحا، وأن الابن المنسوب إلى أبيه بالتبني هذه النسبة غير صحيحة، لأنه لو كان أبا له لما جاز له أن يتزوج بامرأته المطلقة، بمطلقته. طيب ولماذا لم ينزل الحكم هكذا؟ لأن الحكم لو نزل بدون أن يطبق في شخص النبي عليه الصلاة والسلام ربما ظن الناس ظنونا كثيرة. لكن الله سبحانه وتعالى عندما أمر نبيه أن يتزوج بزينب حتى يثبت للناس يقينا أن هذا ليس ابنا، أنه رجل أجنبي، يجوز لمن كان يتبناه أن يتزوج بامرأته. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون حرج على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، ما قال أبنائهم، قال أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فنعود إلى موضوعنا بالنسبة
لموضوع النسب العلماء قالوا إن العرب أكفاء لبعضهم، وقريش قريش من العرب، لكن لأن الله سبحانه وتعالى شرفهم وكرمهم بأن جعل النبي المبعوث نبي آخر الزمان جعله من أين؟ من قريش، والله سبحانه وتعالى اصطفاهم لهذا الأمر، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق فجعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة وخير قبيلة. وفي الحديث الآخر: إن الله اصطفى من العرب كنانة، كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، قريش من كنانة، واصطفى من قريش هاشما بنو هاشم، واصطفاني من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. ما يأتي إنسان ويعترض يقول: لماذا هم كغيرهم؟ نعم هم بشر كغيرهم، لكن الله سبحانه وتعالى كرمهم وشرفهم، هذا التكريم له معنى دنيوي، هذه المعاني أيها الإخوة دنيوية، يعني بين الناس، كما نرى بين الناس تفاضلا في أرزاقهم وفي عقولهم وفي علومهم، كذلك في هذا الأمر في أموالهم في أنسابهم، هذا أمر بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن هو من أمور الدنيا. أما في الآخرة يعود كل شيء إلى نصابه، لأن البشر كلهم بنو آدم، أبوهم آدم وأمهم حواء، فإذا نفخ في الصور يقول الله تبارك وتعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يأتي واحد يقول: أنا ابن فلان وأنا ابن علان، أو تقول هي: أنا بنت فلان، لا لا، هذا كلام ليس له مجال في الآخرة، إنما الآخرة بالأعمال. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ولو كانوا من أعلى الأنساب، حتى ولو كانوا من قريش، حتى لو كانوا من العرب، حتى ولو كانوا من أرباب الأموال أو أرباب المناصب، في الآخرة هذه أمور كلها زائلة، إنما هذه أحكام دنيوية، يعني يتداولها الناس فيما بينهم في هذه الحياة. فقريش لا شك أن لهم مكانة، وهذه المكانة كانت معروفة ومحفوظة بين قبائل العرب، لأن قريشا كانت تلي هذا البيت، يقومون على خدمته وصيانته والمحافظة عليه وإكرام زواره، كانت هذه مكانة معروفة، ولذلك كانوا يسيرون عرضا وطولا في البلاد لا يعتدي أحد عليهم، قوافلهم وتجاراتهم كانت تسير ما يعتدي عليها أحد، بخلاف غيرهم، تقديرا لمكانتهم، تقديرا لكونهم أهل هذه الديار. فقريش أكفاء لبعضهم، بنو هاشم أكفاء لبعضهم، والعرب أكفاء لبعضهم، ولكن إذا رضي أحد من هؤلاء بأن يزوج لغير لمن هو من غيره أو حتى من الموالي فلا حرج في ذلك، إذا وقع الرضا، إذا تراضوا على ذلك فلا حرج في هذا، لكن إذا لم يتراضوا، إذا اعترضوا فمن حقهم حينئذ الاعتراض. طيب، لماذا قضية النسب هذه بحث فيها العلماء واشتغلوا بها؟ حفاظا على الحياة الزوجية، حتى لا يحصل ما حصل مع زينب ومع زيد، حفاظ على هذه الحياة من البداية، أننا نسعى ونجتهد، العواقب ونهايات الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لا ندري، قد نجتهد في هذه الشروط وفي هذه الاحتياطات وفي هذه الأمور كلها ولا ينجح الزواج،
حتى ولو تزوجت بمن يماثلها قد لا ينجح، وهذا أمر معروف مألوف. ولكن نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، فمن باب الأسباب الحرص على هذه الأمور. لكن من هي حق، يعني حق الكفاءة في النسب حق لمن؟ حق للمرأة وحق للأولياء، ليست حقا لبقية الناس، ليست حقا للجيران، ولا حقا للمجتمع، ولا حقا لولي الأمر أبدا. إذا رضي هؤلاء بأن يزوجوا من هو دونهم في كفاءة النسب فلا حرج في ذلك. لكننا نعود ونؤكد على قضية الدين التي لا خلاف فيها، وعلى قضية الخلق. الخلق، وهذا ما يتساهل فيه كثير من الناس والعياذ بالله في مسألة الخلق، لا يحرصون على موضوع الخلق وقد يتساهلون فيه، بل وأنكى من ذلك وأشد، أن يقدم أولياء أو أهل الزوج الرجل الذي يريد أن يتزوج على تزويج ابنهم رقيق الدين أو المتفلت أو الفاسق بامرأة صالحة، ويحرصون على ذلك ويحاولون على تغطية الأمور. لا، هذا من باب الغش، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن تأتي بهذه المرأة الصالحة فتضعها مع هذا الرجل الذي لا يساويها في خلقه، والذي يخشى عليها من تصرفاته. مثل هذا لا يكرم ولا يقرب، حتى ولو كان أهله يقصدون أن يضعوه مع امرأة صالحة لعلها أن تصلحه. ليس هذا هو مكان التربية والإصلاح، ليس هذا مكان التربية والإصلاح. مكان التربية والإصلاح قبل ذلك وفي أسرته وبين أهله، وأما هنا فلا بد من أن تكون الأمور صحيحة وواضحة. أبو طيبة أبو هند كان رجلا صالحا خيرا دينا مستقيما، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا من رغب منهم في أن يزوجه أن يزوجه، لأنه أهل لهذا، لكنه ليس على سبيل الإلزام، بل هذا من باب بيان أن هذا الأمر من الأمور المشروعة لا حرج فيه إذا رضي الأولياء. الموضوع الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم هذا ويبين هذا الحكم في شأن أبي هند هو موضوع الحجامة، لأنه حجم النبي عليه الصلاة والسلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هنا فضل الحجامة، خير ما تداويتم به الحجامة. الحجامة هذه يعني إذا ما نفعت فإنها لا تضر بإذن الله، لكن فيها نفع كثير، فيها نفع كثير، لأنها لا تأخذ من دم الإنسان إلا الشيء الفاسد، الشيء الذي لا يصلح. وقد ذكر كثير من الأطباء الذين يتولون شأن الحجامة أنهم قاموا بتحليل كريات الدم التي تستخرج بالحجامة، فوجدوها معطوبة مكسرة، ليست كالخلايا الصحيحة التي تؤخذ عندما يسحب الدم. ولذلك بعض الناس مثلا يقول هذا الحجامة أمر قديم، يعني مفروض نبتعد عنه. إذا كان الإنسان يريد أن يحتجم يتبرع بالدم، التبرع بالدم غير الحجامة، لأن الحجامة هذه تتعامل مع الشرايين السطحية في الجسم، فتأخذ هذه الأشياء المخزنة فيها التي فسدت وتراكمت، تأخذها وتخرجها حتى يعود للجسم نشاطه وتعود له راحته. والحجامة مما أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون في كل عضو يشتكي منه الإنسان. يعني لو أن الإنسان اشتكى في من قدمه مثلا أو ساقه أو ظهره، في المكان الذي يحس فيه ألما
يستطيع أن يحتجم فيه. طبعا الآن ظهرت اشتراطات صحية طيبة جيدة ينبغي أن نحرص عليها، أن الأدوات التي تستخدم في الحجامة أنها تكون نظيفة وأنها لا تستخدم لأكثر من شخص، لأنه في هذا الزمن كثرت الأمراض والأوجاع والأسقام والعياذ بالله، وانتقلت من أماكن بين الناس. فلذلك إذا لم نحرص على توخي الحذر والنظافة في باب الحجامة ربما تكون الحجامة سبباً من أسباب انتقال الأمراض بين الناس. لكن الآن الحمد لله ظهرت وسائل كثيرة في تعين على توقي هذه الأضرار وتحقيق مصالح الحجامة. نعم، طبعا هذا الحديث المفترض أنه يذكر في باب الحجامة، لكن المصنف رحمه الله ذكره هنا في باب الكفاءة في النسب لقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الجملة التي وردت: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، زوجوه وتزوجوا منه. نعم. باب في تزويج من لم يولد. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف، حدثتني سارة بنت مقسم رحمهم الله أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه، فقال إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى جيش غثران. فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي، ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إلي، فحلف أن لا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال قد رأت القتير. قال أرى أن تتركها؟ قال فراعني ذلك. ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا صاحبك يأثم. قال أبو داود والقتير الشيب. نعم. هذا الحديث في بيان حكم تزويج من لم يولد. في الإسلام زواج الصغيرة التي ولدت له حكم، لا يجوز أن يزوجها أحد إلا الولي المجبر وهو الأب أو وصيه كما يقول العلماء، لكن من حقها أيضا إذا بلغت، من حقها الزواج صحيح لكن من حقها إذا بلغت ولم ترغب أن ترفض. كل هذا بيان لأن شأن المرأة في قضية النكاح شأن عظيم، نكاح العقد يقع عليها، فكيف تقاد كالبهيمة؟ الولي الأب المجبر له مصلحة، وغالبا ما يكون أحرص الناس على ابنته الأب السوي. هل يوجد من هو أحرص على أولاده منه؟ لا.
فلذلك إذا زوجها إنما يزوجها لأنه يسعى إلى مصلحتها، لكن هي أيضا لها في نفسها إذا كبرت ورأت أن هذا الزوج لا يصلح لها من حقها أن ترفض، فإذا لم تعترض فالنكاح صحيح. لكن من لم يولد، يعني على الأماني ما ولد، يقول له إذا ولدت لي بنت أزوجكها، وقد يتفقان على مهر وقد يقبض الأب شيئا مقدما، لكن إذا وجدت هذه وقت العقد الإيجاب والقبول غير موجودة، فهذا العقد على شيء غير موجود. وهذه القصة في غزوة من الغزوات، لكنها أيضا تتعلق بتزويج من لم يولد. والقصة كما ذكرتها ابنة كردم أن أباها كان معها في الحج، فرأى أبوها النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته وبيده درة عصا كدرة الكتاب. ما معنى كدرة الكتاب؟ الأستاذ الذي يعلم القرآن ويعلم الصبيان في يده عصا، ليست العصا الغليظة التي يجلد بها الفساق والمجرمون، لا، عصا درة صغيرة يؤدب بها هؤلاء الصغار. فكانت في يد النبي عليه الصلاة والسلام، والأعراب يمرون بجواره، أعراب على دوابهم في الحج، فيقولون لبعضهم الطبطبية الطبطبية، يعني تحذيرا، يعني لا تصيبكم هذه، انتبهوا منها، ها طبطبية، لأنها يقولون إذا ضربت يكون لها صوت هكذا طب 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 بالضرب بها، يعني يقول الطبطبية الطبطبية، يعني انتبهوا من هذه الدرة لا تصيبكم، ها. طيب هذا الكلام ما دخل، ما هي علاقة هذه العبارة بموضوعنا هنا؟ لا شيء، لكن هذا يدل على حفظ الراوي. انتبهوا يا إخوة، في رواية الأحاديث نجد ألفاظا لا علاقة لها بالحكم، يعني كما في بعض الأحاديث المسلسلة يقول وكان متكئا فجلس، ها، شبك بين أصابعه، هذه ما لها علاقة بالحكم، لكن هذه دلالة على ماذا؟ على ضبط الراوي. الراوي ينقل كل شيء، ليس الكلام والأحكام فقط، بل كل ما يتعلق بهذا فيما حوله، هذا يدل على دقة الضبط. يعني العلماء لماذا اهتموا بهذا؟ اهتموا به لبيان ضبط الراوي، يعني هذه كانت متنبهة ابنة كردم، هذه مع أبيها، لكنها كانت في غاية التنبه، فإذا كانت نقلت حتى هذه الأشياء اليسيرة التي يقولها الأعراب وهم في طريقهم، يحذر بعضهم بعضا من الدرة هذه التي في يد النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تصيبهم، فمن باب أولى أنها تكون للموضوع الذي تنقله فيه الأحكام أشد ضبطا. تقدم أبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك بقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أمسك بقدم النبي عليه الصلاة والسلام شهد له، يعني أبوها شهد له، قال يا رسول أشهد أنك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا لا يلزم أنه كان كافرا، لا، لأن هذه يمكن أن تجدد وأن تقال في كل مكان، أشهد أنك رسول الله حقا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقال كثيرا. فأمسك بقدمه، فلما أمسك بقدم النبي عليه الصلاة والسلام وقف له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما مشى النبي عليه الصلاة والسلام وتركه، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، ما كان أحد يسأله أو يكلمه إلا ويلتفت إليه، إلا ويعطيه من الاهتمام ما يشعره
بأنه صاحب الحق في مثل هذا، فوقف له النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في غزوة كذا، غثران أو إثران. طيب، قال: فقام فلان رجل ممن كان في الغزوة وقال: من يعطيني رمحه؟ انكسر رمحه أو ضاع، أو من يعطيني رمحه حتى يقاتل به؟ قال: قلت أنا أعطيك، لكن ماذا لي؟ أنا أعطيك رمحي بمقابل، ماذا تعطيني؟ قال: أزوجك أول بنت تولد لي، ما هي موجودة. وذهب، أعطاه الرمح وقضى غرضه وأعاد الرمح إليه. ثم بعد مدة علم هذا صاحب الرمح أن الرجل قد ولد له جارية بنت، فلما كبرت انتظر عليها حتى كبرت وصلت سن الزواج، فذهب إليه وقال: أهلي جهزهن إلي، هذا شرط بيني وبينك، شرط بيني وبينك أن تزوجني وهذه بنتك. قال: لا أزوجكها إلا بصداق تصدقها الآن، تعطيها صداق مهر غير الذي أعطيتني، غير الرمح الذي كنت أعطيتني. فحلف يمينا هذا صاحب الرمح، قال: والله لا أعطيك صداقا. قال أبو البنت: والله لا أزوجكها إلا بصداق جديد. فاختلفوا، اختلف هذا وهذا على قضية تزويج البنت هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذه العبارات يا إخوة، هذه ليست مجاملة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها حكم حقيقي لو تأملنا فيه. قال له: ليس عليك شيء، يعني ليس عليك حنث على صاحب الرمح الذي جاء يشكو إليه، وليس على صاحبك حنث، مع أن هذا حلف يمينا وهذا حلف يمينا. الآن من الأشياء الحقيقة المسيئة المؤلمة التي نراها في بعض مجتمعاتنا أن يحلف بالطلاق على شخص أن يتغدى أو يتعشى عنده، أو أن يأخذ هذا فيحلف الآخر بالطلاق أنه لا يفعل. هذه قضية سمجة، يعني هل أصبح وضع المرأة أقل شأنا من أن يحافظ عليها؟ ولأول وهلة الإنسان يعني يلقيها في مثل هذا الموطن ويتخلى عنها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ليس عليك حنث ولا على صاحبك حنث. لماذا؟ طيب، هما الحلف هنا على ماذا؟ على التزويج. والله لا أصدقها، وهذا يقول: والله لا أزوجكها إلا بصداق جديد. يعني الشيء المحلوف عليه شيء واحد، هذا يقول لا بد منه، وهذا يقول لا أعطيكه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس عليك حنث ولا على صاحبك حنث. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اتركها. سأله: كيف هي؟ كأنها كبرت، يعني بدأ الشيب فيها أو كذا. قال: اتركها، اتركها، وليس عليك حنث ولا على صاحبك حنث. لماذا؟ لأنه حلف ألا يصدقها صداقا جديدا، فإذا لم يفعل هل يحنث؟ ما يحنث. حلف ألا يصدقها فلم يحنث. الأب حلف أنه لا يزوجها إلا بصداق جديد، فإذا لم يحصل صداق جديد هل يحنث الأب؟ لا يحنث. إذن ما دام أنه لم يحصل الزواج هنا الآن، فلا حنث على الحالف الزوج الذي يريد أن يتزوج، ولا حنث على الأب الذي حلف أن لا يزوج ابنته إلا بصداق جديد، لأنه لم يحصل الزواج أصلا. ها؟ كأنك تقول: والله لا أتزوج إلا بصداق، والآخر يقول: والله لا أتزوج بدون صداق. طيب، إذا لم يحصل هذا لا شيء فيه. فلذلك قال: ليس عليك حنث ولا على صاحبك حنث. حلت المسألة. لا يأثم صاحبك، لا تأثم، ولا صاحبك يأثم.
يعني ليس فيها حنث، لأنه لو كان فيها حنث لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالكفارة. هذه يمين منعقدة، اليمين هنا هذه ليست يمينا غموسا، وإنما هي يمين منعقدة، واليمين المنعقدة هي الحلف على شيء في المستقبل أن يكون أو لا يكون. فهذا حلف أن لا يدفع لها مهرا، والأب حلف أن يدفع لها مهرا إن أراد أن يتزوجها على شيء مستقبل. ما حصل الزواج فلا إثم على الذي يريد أن يتزوج، ولا إثم على الأب لأنه لم يحصل الزواج. نعم، وهذا دليل على أن مثل هذا النكاح لا يلزم، مثل هذا النكاح، لأنه حلف عقد على شيء غير موجود وغير مستقر. ولو كان هذا العقد موجودا وصحيحا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإمضائه. لو كان هذا العقد صحيحا عندما قال له أزوجك أول بنت تولد لي، طيب هذا العقد غير موجود، لأنه عقد على معدوم، عقد على معدوم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له اتركها. لو كان هذا العقد موجودا صحيحا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإمضائه، ولا قال له ادفع له مهرا أو لا يلزمك مهر. هذه مسألة أخرى، لأن المهر من لواحق النكاح، الأصل في عقد النكاح ليس المهر، عقد النكاح ليس الأصل فيه المهر، الأصل الإجابة والقبول، زوجني زوجتك. أما المهر فهذا يأتي فيما بعد، ممكن أن يقع الإجاب والقبول ويتزوج الرجل ولم يسمي مهرا، والمهر بعد ذلك يقدر. أو يمكن أن يسمي المهر، يقول تزوجتها على 10,000 مثلا، ويدخل بها ويكون المهر في الذمة فيما بعد. فالمهر ليس ركنا في عقد النكاح، ليس ركنا في عقد النكاح، لكن الركن هو الإيجاب والقبول. فالإيجاب والقبول هذا يجب أن يكون على شيء موجود، على شيء موجود من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد فيه من رأي المرأة. المرأة هذه غير موجودة أصلا وقت العقد، ثم بعد ذلك تكبر، تولد وتكبر وتقاد هكذا، تعطى للرجل بدون أن يكون لها رأي. لا بد أيضا من أن يكون للمرأة رأي. ولو كان هذا العقد موجودا، العقد المصنف قال في تزويجي باب في تزويج من لم يولد، ما قال لك في تحريمي أو في جوازي، قال في تزويج. لكن هنا بعد أن ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام تبين منه أن هذا العقد موجود أو غير موجود. غير موجود أصلا، لأنه لو كان موجودا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإمضائه. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا بن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة، امرأة صدق، قالت بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي، فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، فذكر نحوه، لم يذكر قصة القتير. نعم، هذه قصة أخرى في المعنى، في المعنى، ولكنها في الجاهلية، كانوا في غزاة ثم رمضوا. ما معنى رمضوا؟ أصابتهم الرمضاء، أصابهم حر الأرض، رمضوا، بعضهم لا يستطيع أن يمشي في الأرض وهو حافي. فقال أحدهم من يعطيني نعليه، يريد أن يتقي بها حرارة الأرض، يقول فخلع أبي نعليه وأعطاها له، لأنه هو قدم لهم عرضا، قال وأزوجه، من يعطيني نعليه وأزوجه أول بنت تولد لي.
ذكر نحوه، وهذا يعني ساقه المصنف ليكون هذا في حكم الحديث السابق أن العقد هنا غير موجود فلا اعتبار به، فلا اعتبار به. نعم. باب الصداق. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، أخبرنا يزيد بن الهاد يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة رحمهم الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش. فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية. حدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي الجعفاء السلمي عن أبي العجفاء السلمي رحمهم الله قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. نعم. هذا في بيان حكم الصداق، لا بد في النكاح من الصداق، صداق المهر، وهذا خالص حق المرأة. المهر ليس للأولياء ولا للأب، وإن كان كثير من الناس يعتدون على هذا الأمر. الصداق خالص حق المرأة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، خالصة يعني. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لأنها طابت نفسها به، يعني إن تركت شيئا من هذا الصداق للزوج هذا شيء طيب حلال لا شيء فيه، إن تركت شيئا منه لأبيها لأخيها لبعض أقاربها فلا شيء، لأنها ملكته وتستطيع أن تتصرف فيه. ها؟ هذا الصداق. الصداق هذا في الإسلام لماذا؟ تكريم للمرأة. هل هو ثمن للمرأة؟ لا، الصداق ليس ثمنا للمرأة، فينبغي أن يفهم هذا كثير من الغافلين، ليس ثمنا للمرأة، الصداق تكريم للمرأة، تكريم لها، تطيب لخاطرها، تعطى هذا الصداق. كم يكون هذا الصداق؟ المغالاة في الصداق ليست من هدي الإسلام، الزيادة والإكثار فيه والاشتراط ولعمها ولأبيها ولأمها ولأقاربها هذا ليس من الإسلام، بل المطلوب التيسير في باب النكاح، تيسير على الخاطبين. فالمغالاة في مهور النساء ليست من هدي الإسلام، بل المطلوب تيسير في باب الزواج. أكثر النكاح بركة، أيسره مؤونة، أيسره مؤونة. كما قلنا ليس المهر ثمنا للمرأة حتى يتغالى فيه الناس. طبعا لو زاد الناس في هذا المهر هذا لا شيء فيه، لكن المطلوب التيسير في باب الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا على فرض، على الفرض والتقدير، لو دفع للمرأة قنطار من المال فلا يجوز أن يأخذ منه أحد شيئا إلا برضاها. هذه المرأة تسأل أم المؤمنين عائشة: كم كان صداق النبي عليه الصلاة والسلام؟ تسألها عن ماذا؟ عن صداقها هي، لأنها أصدقت في عهد النبي، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها
وأصدقها، يعني قدم لها صداقا. كم هو هذا الصداق؟ تقول 12 أوقية ونشا، النش نصف أوقية من الفضة. هذا صداق النبي عليه السلام. أم المؤمنين تتكلم عن ماذا؟ عن شيء تسمع به أو عن شيء تعرفه؟ شيء تعرفه، لأنها قد تزوج بها النبي عليه السلام ودفع لها صداقا، هذا مقداره. فلما سألتها المرأة بيّنت لها هذا. عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث الثاني يزيد الأمر أكثر من قضية صداق عائشة، وإن كان ذكر الصداق الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة يشمل غيرها من نساء النبي، لكن عمر يزيده وضوحا، يقول لا تغالوا في مهور النساء. فلو كان هذا مكرمة، لو كان هذا فضيلة المغالاة في مهور النساء، لكان الأولى بها من؟ أولى بها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأولى بها بناته. لكن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما دفع مهرا لأزواجه ولا دفع مهر لبناته إلا 12 أوقية. ما ذكر النش، لعله لأنه شيء يسير سكت عنه. 12 أوقية من الفضة، وهذا لا شك أنه له قيمة في ذلك الزمان، لكن هذا ليس تحديدا جامدا بمعنى أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل إلا بصداق مقداره 12 أوقية، ولا يجوز أن ينقص منه أو يزيد عليه، لا. لكن هذا هو الشيء الذي ثبت من هدي النبوة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ثبت أيضا أنه يجوز الصداق بأقل من ذلك، المهم أن ترضى المرأة بهذا الصداق. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يتزوج، وفيه امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب إليه أن يتزوج بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رغب فيها، فقام رجل، هذا الرجل المحتاج شاب، قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. هذه المرأة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أباح الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بها. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ما يأتي واحد الآن يتفق مع امرأة وتقول وهبتك نفسي ويمشي الحال، لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما رغب فيها، فالرجل هذا لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام غير راغب فيها أراد أن يبادر أن يكون هو صاحب قصب السبق، قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال ما معك؟ قال ما معي إلا ثوبية هذه، إزار ورداء. قال إن أعطيتها إزارك بقيت بدون إزار، وإن أعطيتها رداءك بقيت، يعني ابحث. قال ما عندي. قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس ابحث ولو خاتما من حديد، ما هو من فضة ولا من ذهب، ولو خاتما من حديد. قال لا أجد. فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بما معه من القرآن.